اهلا وسهلا بيكم من قناة كوميديا تيوب 101، ولسه مكملين معاكم الفيديو بتاع الفراعنة. يعني احنا طالعين الشغل ان شاء الله الساعة 3، والحاج محمود هيحكي لكم بعد الاخناتون مخلف، يعني هيحكي لكم الحكاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خناتون خلف واد كان طفل رضيع، ما كان ما بعتوا لنا في القصر عشان ايه؟ تسجل المواليد. مين قال؟ ما انا سجلت ابنك. يبا لما بعت لي طبعا المولود الجديد، لسه مولود جديد فرحانين بيه، يعملوا ايه؟ عاوزين ورقة برد تاني، اضطرينا نبعت الأربعة دي. خدونا من هنا لحد ما ودونا سيوط، ومن سيوط تجينا الحكاية اللي هي الأولانية. بكار قابلت عمك بكار؟ ما أنا لسه جايك في الكلام. تكمل انت؟ لا احكي انت. قابلنا عمك بكر عاوز الورق البردي، طبعا قال مش هيقدروا يشيلوها الاربع طفار، جبت اتنين عبيد من اسوان هناك زي ورق بردي صغير عاوزين يسجلوا فيها المواد. بعتنا عمك بكر وفي الرشيد عاملي وسدون عاملي والجماعه عاملين، قالوا زي الفل جبنا الورق البردي جبناها لك انت تسجل فيها. بس كان الواد ابن خناتون طبعا مديال، اول والدة ليهم وهو المولود يعني. فالمهم هم فرحانين بيه، الجلع عدو، الشوكولاتات عدو، البابا غنوم عدو، الدنيا هي هايصة معاهم زبادي في الخلاط. بروحوا اولاد رجب يجيبوا له عيال شوكولاتة. رجب مين؟ رجب مين؟ لا سوبر ماركت. كان في سوبر ماركت يا لو كان في شوكولاتة. يبا المهم ايه، كانوا مجلعينه اخر جل شوكولاتات وبسكوتات وباتيهات وشو، يعني انت عارف اللي فيها ياما كانت يعني. المهم الواد كان متنغنغ حزبك، واد ابوه وامه ودريس. المهم كانوا ناس ايه مبسوطين، يعني مش مبسوطين، كانوا مجلعين الواد زيادة عن اللزوم. طلع الواد بايظ، هات ياض الحجر ده نحطه على الهرم. لا هات ياض نرمم عمك ابو الهول سنه ياض كده ونظبطه. لا ده واد مش مطيح خالص. يا ابني يلا هنحارب الهوكسوس والانجليز. انجليز مين؟ لا كله لا. انا قاعد ده انا شفت موقف. انا جوه الاخ خناتون واخد جريس وما يتفسح، شاف الهرم جوه، والواد جاب اصحابه ولاد الجيران ومش عارف هم يلعبوا في الهرم، بهدلوا رسمة مين؟ الهرم من جوه. تعمل ايه يا عم خناتون؟ تعمل ايه؟ واد هات شوات بتاع نحنط بيهم البتاع ونظبط. مفيش خالص، الواد مش سامع كلام ابوه، مفيش احترام. وجالع وبسكوتات وشوكولاتات وبوتيهات واللي انت عارفه ده كله. يعملوا ايه؟ قال خلاص سيب الواد يلعب، يعني هيعملوا ايه؟ هو ده اللي شفته. الواد يفضل ينخب بديه هو العلي لما عمل خرم زي الارنب. طبعا جاء ابوه مستغرب، الواد ده يعمل ايه؟ الواد ده في مخه فاق. قال الواد ده ذكي، الواد ده هو اللي هيحكم بعدين. زكاوة باك. لا قال في حاجة في مخه الواد ده بان يطلع شاطر. اي طريقة اما يبحط نجرة عشان يلعب بيل. طاكش. لا نجرة باك. عند خط جيزة كده. يبقى المهم ايه؟ كانوا يعملوا نجرة. خط جيزة. خط جيزة يرموا فيه كده. امال ايه سموها الجيزة ليه؟ هم سموا الجيزة على خط الجيزة؟ ما كانوا يلعبوا بيل. ترمي على خط الجيزه وترمي في النقره تيجي جاي. امال هي اسمها جيزه ليه الوقت؟ انت في الجيزه الوقت. حاليا انت في الجيزه. اي. فالمهم الواد ايه؟ بعد ما لعب البيلي خسر. خسر 4 بليات 5 بليات تقريبا. هو كان محتاج جيم.
هو البلي كان من 10 15. انا شفت البليه مع الواد دوت جوا الهرم وهو عامل المبره. عارف البليه؟ لا ده اكبر من كده، ما ده كانوا طوال الواحد 30 متر. انا شفت الواد ماسك البليه عامله. انا اللي كان على خط الجيزه دي زي اللي كانوا بيحطوها في المنجنيك زمان دي. ويجوا رامينا، بس هما لما كانوا فيهم صحه شويه كانوا بيشيلوها على كتفهم ويجوا راميها قطعه كده على خط الجيزه. عدت خط الجيزه مش هيعيد. ما يعيدش ليه؟ ما كانش فيها عاده زمان. يبقى لما يرمي اللي ورا من جات على خط الجيزه بالظبط يلعب هو اول. يرمي البليه شيل على كتفه الاول. ما كبير كان 15 20 واحد يرفع عليه. يا ابوي الواد التاني اللي هو ابن الجيران لما ابوه ضرب وقالوا ما تلعبش مع ابن خناتون. هاي ما العيال تفسد بعضيها. الواد جاي يا وليد كذا وده وليد كذا ويشتموا بعضيهم. انا عارف الواد جاب المقلاع اللي هو ده بتاع ده واثنين ثلاثه يمسكوا ورا بعض ومر جات على خط الجيز دق ابن خناتون. كيف وكيف انا ابن الملك وانت قلت تجي بالخط الجيز له؟ ما سماها الجيزه ليه؟ عشان جاب ابن خناتون على خط الجيزه له. فانا ما مفهمهم يعني اللي جاب. وياه ما خلفش بنات ولا خلف حاجه تانية؟ جاب ما ازريس ونفرتيتي اللي عندنا في المنيا دي. ما تابعهم بعينهم قريب والله. والله عروس الصعيد. ايوه هي دي. المهم هي انا فرتيتي ما انت تلاقيها ايه وشها مسحوب كده لتحت ورفع